اعتقال أحد أبرز مرجعيات الفكر الطائفي في اليمن بعد دخوله البلاد متنكرا قادما من إيران. الخارجية الإيرانية تدعو واشنطن للتخلي عما وصفته بإدمان الحظر وتقول إن بايدن على خطى ترامب. المرصد السوري يقول إن القوات الروسية تمهل رافضي التسوية من درع البلد حتى مساء اليوم للخروج. ومرحبا بكم من جديد إلى نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالملف اليمني. صيد ثمين كشفت مصادر أمنية يمنية عنه تمثل باعتقال أمن الحدود الأسبوع الماضي القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني حسن علي يحيى العماد، وذلك أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ.